GLFM, joyeux anniversaire. GLFM, خمس سنوات. تحدث في التلفزيون لانيفرسال. دقيقة. السلام عليكم. بون معكم مروان قروابي ولا بالك ما يطول يدك بيبيش. هذه هي معكم صالح زيوي اكس كونيكر في جيل مورنينغ في GLFM. مساء الخير عليكم. مايا زروقي معكم. يونس صابر شريف منشط وصحفي باختصار يونس جيل مورنينغ. زهور شايبي كنت جورناليست في GLFM من 2012 ل 2016. لو ميور سوفينير اللي عندي في GLFM سي سان دوت كي نجيو الصباح كي نتلاقاو مع فريده ومع مروان قروابي. فريده توجور بالبول تاع السيريال تاعها، مروان قروابي توجور يحوس. لو لانسمون دو لا راديو سيتي دونك لو 15 جانفي 2012 كي انطلقت الاذاعه كي ديمارينا بقسامن وكي حياه قرشي ابخي لانتين بور دير هنا اذاعه GLFM اون افي توس لا شير دو بول. البروالي تاع صباح ربي، انا كنت كل ما نوض صباح باش نفطر مليح لازم ليش تحضر والي فريده صفق ويونس مالوريزمون خلاص عليه زغرت. يوسف يحيى اون فوا جيت انا باش ندير جورنال الصباح جاب لي لا ميتيو وجد لي كوم كوا وجد لي لا ميتيو اكسيتيرا تاع الصباح ومن بعد اون بلان ديريكت جو ديكوفر بلي هادي لا ميتيو بايته. كنا نديرو ثلاث سوايع تاع ديريكت كل يوم بوندون ست شهور مع سيد احمد حياه محس بام ودوكا راني نتبعكم كل يوم. رياض ابركان راك طوب حتى لتما كمل كيما راك. فوالا واش نقول GLFM نقولها جويز انيفرسير وتي اون راديو اللي انا يا انسان خطفت منك بزاف وعبيك واش نقول GLFM سيتي تي اون فام نقول لك جو تام. نقول GLFM يعطيك الصحه لانه عطيتي لي حاجه مهمه بزاف في حياتي واللي هي احسن مهنه في العالم واللي هي التنشيط. نقول لكم كل عام وانتم بألف ألف خير ومزيد من النجاحات والتألق ومم ما رانيش دوكا في البلاد مي راني نسمعكم فيا انترنت. وجي لافام لا راديو ديجا نقول لكم جوايوز انيفرسير خمس سنين والعقوبه ان شاء الله المزيد من النجاح والتألق. لا راديو ديجا نمبر وان ان الجيريا. نقولها مازالت نحبك.